السريعة، مدير الفني بشركة المطبعة السريعة. المنتجات اللي بتقدمها شركتكم؟ احنا بنقدم منتجاتنا للمصانع، بنقدم لهم حلول كاملة للتغليف، الليبلات، علب الكراتين، اي شيء بيلزم المصانع لتعبئتهم تغليف منتجاتهم بنقدم لهم اياه، وبنساعدهم في حلول يعني سهلة وبسيطة لهم. بتواجهوا مشاكل في العمالة الأردنية أستاذ؟ أكيد، هي أكبر مشكلة عندنا موجودة إحنا بالسوق المحلي، إنه في عندنا عمالة مش مدربة ومش ما عندها الخبرة الكافية في مجال التعبئة أو التغليف، وبنحاول إنه نوجد حلول للمشكلة هاي اللي عندنا. يعني بتحاولوا تلاقوا فرص عمل، بس الشاب الأردني نفسه ما عم بيطمح إنه للشغل أو لينزل السوق ليشتغل هذا الشغل؟ هي فرص العمل موجودة أصلاً، أوريدي موجودة، يعني ما في مشكلة فيها بالذات للعامل الأردني، لكن مشكلة عندنا اللي بتواجهنا إنه نفس العامل الأردني يعني ما عنده الخبرة الكافية بمجال شغلنا، وما في مراكز تدريب اللي أو تأهيل لعمال من هالنوعية هاي اللي يخدموا بهالمصالح هاي قطاع التعبئة أو التغليف. طب يعني حتى لو ما وجدت هاي الأماكن للتدريب العمالة الأردنية، ما أنتوا مش ممكن توفروا لهم التدريب الكافي لينزلوا سوق العمل عندكم؟ أكيد إحنا بنسوي عنا تدريب، لكن مشكلة الموظف الأردني يعني إنه بعد ما يأخذ فترة التدريب تبعته بينتقل على محل ثاني، فهاي مشكلتنا إنه زي اللي بربيه شوي شوي وبس يكبر بيطلع من عنا. طب امسكوهم بعقود، هاي للموظف الأردني صعب شوي، ممكن للعامل اللي بيجي من برا البلد ممكن نمسكه بعقد، يعني ممكن. ونظام النظام عندنا نظام العقود للعمالة الوافدة صعب شوي، بتعرفي انت اول شيء مكلفة، واحنا بنفضل دائما انه العمالة الأردنية تحل محل العمالة الوافدة. كيف لقيت سيدي المستوى المعرض؟ كيف لقيته أنت زي اللي كنت عم تطمح له أفضل من اللي شفته؟ والله لغاية اللحظة هاي يعني الحمد لله المعرض كويس وفي إقبال من الناس، وبنتمنى إنه يفتح لنا مجال واسع وكبير كمان بالأسواق الخارجية اللي حوالينا إن شاء الله. يعني المعارض أنت شايف إنه ممكن تفتح لك أبواب للتسويق خارج الأردن؟ أكيد أكيد، وإحنا بنتمنى وبنطمح للحكي هذا في ظل الظروف اللي موجودة حوالينا، إنه بنتمنى إنه نوجد أسواق خارجية لتسويق منتجاتنا. كلمة لمنظمين المعرض. يعني بشكرهم على هاي البادرة واللفتة منهم، وهاي المفروض يعني كان لازم تكون من زمان، ولو إنها إجت متأخرة، بس حتى لو إجت متأخرة أفضل من عدم وجودها.